السلام عليكم ورحمة الله. التمرين يقول: لكل عدد صحيح طبيعي n، تحقق أن العدد 16 أس n ناقص 3 أس n يقبل القسمة على 13. للإجابة على هذا التمرين علينا استعمال الاستدلال الرياضي المناسب، ألا وهو الاستدلال بالتراجع (demonstration par récurrence). للتذكير، فالاستدلال بالتراجع يمر بثلاث مراحل، وهي التحقق والافتراض ثم الخلاصة. نبدأ بالتحقق. التحقق، إذن من أجل أن تساوي أول قيمة ممكنة، بما أن أن عدد صحيح طبيعي، إذن فإن أن ينتمي إلى أن، وأول عدد صحيح طبيعي هو صفر. من أجل أن يساوي صفر، لدينا 16 أس صفر ناقص 3 أس صفر يساوي 1 ناقص 1 يساوي 0، ومنه 0 يقبل القسمة على 13، يقبل القسمة على 13. إذن العلاقة محققة من أجل أن يساوي صفر. المرحلة الثانية وهي مرحلة افتراض الترجع، هنا مرحلة التحقق أو مبدأ الترجع. افتراض الترجع، ماذا نفترض؟ نفترض أن العلاقة صحيحة من أجل أن، نفترض أن العلاقة صحيحة من أجل n، يعني نفترض أن 16 أس n ناقص 3 أس n يقبل القسمة على 13، ونبين أن العلاقة صحيحة من أجل n زائد 1، يعني 16 أس n زائد 1 ناقص 3 أس n زائد 1 يقبل القسمة على 13. إذا لدينا 16 أس إن زائد 1 ناقص 3 أس إن زائد 1 تساوي 16 في 16 أس إن. إذن هنا لدينا 16 في 16 أس إن تعطينا 16 أس إن زائد 1. لماذا هذا التفكيك؟ من أجل استعمال الافتراض. ناقص و 3 أس إن زائد 1 يمكن تفكيكه أيضا، هي 3 في 3 أس إن. لاحظوا جيدا، للحصول على 16 أس إن ناقص 3 أس إن، إذن لدينا هنا 16 أس إن ولكن مضروبة في 16، إذن ولكن 3 أس إن مضروبة في 3، إذن هذا العدد ناقص 3 علينا أن نحاول كتابته بدلالة 16 ناقص عدد آخر أو 16 زائد عدد آخر. إذن 16 في 16 أس إن ناقص 16 في 3 أس إن، ماذا سنضيف إليها للعودة إلى ناقص 3؟ نضيف زائد 3 في عفوا زائد 13 في 3 أس إن. إذن ناقص 16 زائد 13 النتيجة هي ناقص 16 تساوي 16 عامل ل16 أس إن ناقص 3 أس إن زائد 13 في 3 أس إن. لاحظوا جيدا على أن 16 ناقص 3 أس إن حسب الافتراض هي تقبل القسمة على 13، يعني يمكن كتابتها على شكل 13 ك زائد 13 في 3 في 3 أس إن، ومنه يمكن لنا أن نعمل بالعدد 13. إذا 13 عامل 16 ك زائد 3 أس إن. هذا التعبير الذي بداخل المعقوفات يمكن أن أسميه كابريم. إذن كابريم
حيث كابريم هي هذا التعبير. ومنها 16 أس آن زائد 1 ناقص 3 أس آن زائد 1 تساوي 13 كابريم. ماذا تعني هذه العلاقة؟ أي أن 16 أس آن زائد 1 ناقص 3 أس آن زائد 1 يقبل القسمة على 13. الخلاصة حسب البرهان بالترجع فإن 16 أس آن ناقص 3 أس آن يقبل القسمة على 13. وبالتالي نكون قد انتهينا من الإجابة على هذا السؤال. بالنسبة للتلاميذ الجدد في هذه القناة، لا تبخلوا علينا باشتراك وبترك تعليق للمزيد من الفيديوهات إن شاء الله في المستقبل، وإلى اللقاء.